مصر كمان بتقدم ايه؟ احنا طول الوقت بنسمع عن انجازات وبنسمع عن يعني مصر الحقيقه بتعود الى وضعها الجغرافي، وضعها في الرياده، رمانه الميزان في منطقه الشرق الاوسط. كلنا تابعنا مع بعض الاتفاق الرباعي بين مصر، الاردن، لبنان وسوريا حول اعاده تشغيل خط الغاز العربي، اللي بيعتبر واحد من اهم المحاور الاقتصاديه والاستراتيجيه اللي اعادت مصر احيائها من جديد. الخطة بدأت إمتى؟ الدراسة الحقيقة كانت موجودة سنة 98، وتم البدء في إقامتها كان سنة 2000، وده كان بخمس نقاط توصيل. تم يعني تسميتها بخط الغاز العربي وقتها سنة 2000، لكن المشروع في الحقيقة توقف لفترة طويلة. والآن مصر وبمبادرة من الرئيس السيسي قررت أحياء المشروع وتطويرها، والبداية هتكون بتصدير الغاز المصري للبنان عبر الأردن وسوريا من أجل حل أزمة الشعب اللبناني الشقيق. كلنا عارفين أنه أزمة الشعب اللبناني زي ما احنا بنتابع دايما، وعندهم مشكلة طبعا شديدة جدا، انقطاع الكهرباء والمشاكل كلها، ولكن ده إن شاء الله هيخفف من المعاناة الحقيقية الخاصة بأزمة الطاقة في لبنان. وده الحقيقة وضع مصر اللي مش غريب أبدا. مصر بتحاول طول الوقت، وبالذات مع يعني لبنان الشقيق، وبتحاول طول الوقت أنها تقدم المساعدات عشان كمان لبنان يعني تقف من جديد ويبقى عندها يعني دخول الكهرباء والغاز، وكل ده أكيد يعني هيساعد في البنية التحتية كثيرا. خلينا ناخد هذه المداخلة مع الأستاذ حمدي عبد العزيز، متحدث وزارة البترول والثورة الثروة المعدنية. مساء الخير يا فندم. يعني عايزين نعرف من حضرتك إحياء هذا المشروع وكيفية الاستفادة اللي هتعود على لبنان من خلال المرور عن طريق الأراضي السورية والأردنية. حضرتك عارفة أن في أزمة صاحنة فيما يتعلق بالطاقة في لبنان، وبالتالي كانت في تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمهندس طارق الملا أن هو يكون متواجد في المؤتمر الوزاري اللي هو ضم وزراء بترول مصر والأردن وسوريا ولبنان عشان يتم دراسة كيفية نقل الغاز المصري إلى لبنان. طبعا الوزراء اتفقوا، حطوا خارطة الطريق هيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال 3 أسابيع من خلال الفرق الفنية. احنا عارفين طبعا ان الخط اللي هو من سوريا إلى لبنان متوقف منذ عام 2011، يعني أن أكثر من 10 سنوات الخط مش شغال. فبالتالي قبل ما يتم فيه ضخ لابد أن يتم جاهزية هذه البنية الأساسية اللي موجودة، لازم الفنيين نفسيهم يبصوا عليه، لازم بعض بنود التعاقد اللي كانت موجودة من قبل لابد أنه يتنزل ليها، لأن طبعا 10 سنوات فترة طويلة. لكن المهندس طارق الملا أكد أن مصر من خلال موقفها الثابت في دعم أشقائها العرب، ده دور مهم ودور حيوي، والتكلفات واضحة أن يتم إمداد لبنان الشقيق عشان رفع المعاناة. احنا عارفين أن هم الطاقة الكهربائية عندهم بس محطة توليد كهرباء وحيدة، هي دي اللي هيتم إمدادها بالغاز عشان يقدروا في نفس الوقت يقدروا يولدوا كهرباء. وفي ايضا مشروع اخر اللي هو بالنسبه لتبادل الكهرباء، بس ده موضوع اخر هيتم بحثه فيما بعد. لكن فيما يتعلق بالغاز المصري برضك الوزراء اكدوا كلهم ان هيتم كل دوله هتبص على الخط الموجود بتاعها في اراضيها، اذا كان محتاج اي تعديلات، اذا كان محتاج اي مراجعه، كل بلد هيتم مراجعه البنيه التحتيه، كل دوت عشان خاطر يبقى البنيه موجوده لاستقبال الغاز المصري عبر الاردن وسوريا، وبعدين يتم تسليمه الى لبنان. طب سؤال هنا يا فندم، يعني طبعا اقتصاديا ده وضع يعني جيد وممتاز لمصر بانه يعني احياء هذا الخط او يعني اعاده هذا المشروع والاتفاق الرباعي مع هذه الدول، يعني كلمني برضو عن اهميته بقى كشان اقتصادي بالنسبه لمصر. طبعا احنا عارفين ان خط الغاز العربي ده كان مشروع بدا بالتصدير للاردن عام 2003، ثم هذا الخط تم تجهيزه وبنائه وتنفيذه حتى وصل الى سوريا.
وكان المفروض ان هو هياخد طريقه يوصل الى يصل الى الشبكه الاوروبيه لتصدير الغاز المصري الى الى اوروبا. لكن زي ما حضرتك شفتي ان في كان في فيما يتعلق بسوريا ما كانش في استقرار، فبالتالي الخط وقف عند الحدود مع تركيا. لكن طبعا ده كان في اطار ان مصر كان في هذه الفتره كان عندها كميات من الغاز لا باس بها اكثر من الاستهلاك. لكن طبعا احنا مرينا بظروف صعبه جدا، كنا بيتم استيراد الغاز من الخارج غاز مسال، لكن الحمد لله منذ سبتمبر 2018 مصر استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي مع تحقيق الاكتفاءات الكبرى، ثم حاليا دلوقتي بيتم التصدير من خلال خط الغاز الى الاردن هو خط الغاز العربي من خلال مصانع الاساله الموجوده في ادكو ودمياط. ولا شك ان الاستراتيجيه المصريه اللي بياكد عليها دايما المهندس طارق مولا ان احنا لابد الاول ان احنا نغطي احتياجاتنا من لمحطات الكهرباء والصناعه والمنازل، وزي ما حضرتك شايفه احنا فيما يتعلق حتى بالموجات الحر الشديده طبعا ما حدش اتاثر نهائي. في عندنا مبادرات الرئيس طرحها فيما يتعلق بالتوسع في استخدامات الغاز في المنازل، فيما يتعلق باستخدام غاز خواخود. فبالتالي هذه المبادرات الهدف الاساسي منها ان الشعب المصري يستمتع بثرواته الغازيه وفي نفس الوقت تصدير الفائض الى الخارج، فده اللي بيتم حاليا دلوقتي. ده اكيد يعني استاذ حمدي عبد العزيز متحدث وزاره البترول والثروه المعدنيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وده كمان بياكد على انه مصر كمان ماشيه على الطريق الصحيح. يعني سنوات قليله جدا يمكن كان لسه مصر يعني عندها ازمه، لكن تخيلوا دلوقتي ان مصر عدت الازمه، غطت المنتج المحلي تماما وبتصدر وبتساعد، وهو دور مصر. الحقيقه مصر بتعود الى دورها، دايما بقول مصر عادت شمسك الذهبي، ان شاء الله تكمل وتساعد الاشقاء خاصه في لبنان. اعتقد ان ده هيبقى شيء حيوي جدا، هيعيد اشياء كثيره جدا الى الاراضي اللبنانيه.